بدأ ظهور الدولة الخوارزمية عندما تولى المملوك أنوشتاكين ولاية خوارزم للسلطان السلجوقي ملك شاه. وبعد وفاة أنوشتاكين تولى ابنه محمد الذي عرف باسم خوارزم شاه أي أمير خوارزم، ثم تولى بعده ابنه أتسز فاصطدم مع السلطان السلجوقي سنجر، لكنه ظل يحكم تحت اسم السلجقة حتى وفاته. بعدها تمكن الخوارزميون من إزاحة السلاجقة وتقوية دولتهم، ويعتبر عهد السلطان تكش عصرا ذهبيا للدولة الخوارزمية. بلغت دولة الخوارزميين أقصى اتساع لها في عهد السلطان علاء الدين محمد بن تكش الذي استولى على خراسان وإقليم الخطا وبلاد ما وراء النهر ومكران وكرمان وغربي نهر السند وممتلكات دولة الغور في أفغانستان. اصطدمت دولة خوارزم مع الخليفة العباسي الناصر لدين الله طمعا في السيطرة على بغداد والحلول محل السلاجقة. وكانت بداية نهاية الدولة عندما اصطدمت مع المغول وزعيمهم جنكيز خان، حيث بدأت الحرب بين الدولتين بسبب قيام الخوارزميين بقتل جماعة من التجار المغول على اعتبار أنهم جواسيس، فهاجمهم المغول وسقطت أقاليم الدولة الخوارزمية واحدا تلو الآخر، وفر السلطان محمد خوارزم شاه إلى جزيرة في بحر قزوين وتوفي فيها، وأوصى بعده لابنه ماكنوبري الذي وقع بين مطرقة المغول من الشرق والأيوبيين من الغرب، وتلاشت الدولة الخوارزمية مع اجتياح المغول لكامل المشرق الإسلامي والعراق.